من هي أول بطلة مصرية تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للسكواش مرتين متتاليتين مرتين ورا بعض؟ في 2019 كسبت نور الطيب 3-2، وفي 2020 طبعاً ما تلعبتش عشان خاطر الكورونا، وفي 2021 كسبت مين بقى؟ هانيا الحمامي 3-1، خرجتلك 2 برة. ايه رأيك؟ وانا محترمة بين 2 برضو؟ ايوة. طب عايز واحدة منهم، لان عبد الرحمن هيبقى عنده التانية. اجابتك؟ رنيم الوليلي. رنيم الوليلي الاولانية اجابة خاطئة. مش رنيم الوليلي، مين بقى؟ نور الشرباجي. هي دي التانية؟ لا مفيش. نور الشرباجي إجابة خاطئة. نور الشربيني. نوران جوهر تقريباً. بالظبط كده يا يوسف، نوران جوهر. نحيي كلنا البطلة المصرية نوران جوهر، كانت وصلت للتصنيف العالمي في يوليو 2020. سؤال في التكنيك.